خلينا برضو مع كرة اليد، النادي الاهلي زي ما بيقدم ابطال اكيد في كره اليد الفريق الاول، منتخب مصر اكيد بيقدم كمان في الاكاديميات، الاكاديميات النادي الاهلي في كره اليد بتقدم الحقيقه رساله كبيره جدا 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 لكره اليد في مصر. هم مركز التفريغ الاساسي، التفريغ الاساسي للاعبين لقطاع كره اليد، ومش بس النادي الاهلي، لا هتلاقي الانديه كتير، لان مش كل اللي بيطلع من الاكاديميات من عندنا بيروح فرق النادي. مجموعه كبيره ما بيحلفهاش الحظ بتروح انديه ثانيه، بالفعل بتوقف الانديه دي على رجليها. كاميرا الابطال كانت موجوده في الاكاديميات برئاسه طبعا كابتن عبد الرحيم الايوبي، كانت هناك شفنا شفنا اللاعبين بيتمرنوا ازاي، كان في تغطيه جيده، خلينا نشوف التغطيه دي وارجع لحضراتكم تاني. عندنا فرق بنعملها تجهيزي لفرق النادي من مواليد 13 ولاد و 13 ولاد و 12 بنات. دولت السنه الجايه ان شاء الله تعالى يعني بعد كم يوم كده هيصف الفرقه، وبعدين نعمل فرقتين هيخشوا مع فرق الناشئين، ونبدا بعد كده تجهيزي 14 و 13 ولاد ان شاء الله تعالى. احنا مش بنطلع لعيبه بس، احنا بنطلع مدربين وبنطلع اداريين يخدموا فرق النادي، وفي عندنا مدربين واداريين اتاخدوا فرق النادي للناشئين والناشئات. اقل حاجه عندي السنه دي فتحنا 2016، وان شاء الله في يناير الجاي هفتح 2017 ان شاء الله تعالى. ده اصغر سنة موجود دلوقتي يعني. عندي بتفق مع مدير قطاع الناشئين على اساس ان هو بيجي يتفرج على الاولاد ويشوف الاحتياجات الفرق ايه وياخد اللي هو محتاجه سواء بنات او ولاد. اجمالي اشتراك في الاكاديميه السنه دي 4195 ولد وبنت، ده انجاز كبير اتعمل السنه دي، وان شاء الله تعالى هنطور واكثر واكثر لما نبدا المهرجانات. المهرجانات بتبدا بتعمل رواج للعبة كويسة قوي. هو حضرتك احنا بنتكلف من النادي بتجهيز فرق في مرحلة سنية عشان يتعمل بيها يعني فرق تنافس او تخش في منافسات يعني. فبنبدا اولا بنجمع بنعمل شوية اختبارات عشان نختار منهم مجموعة منتقاة شوية يعني احسن شوية من بقية اللي موجودين في المدارس. المجاميع دي بنبدا معاهم مراحل تعليميه، نبدا من التمرين والاستلام والتصويب، وبنبدا بالكلام دوت لازم يتعلم الطفل في السن دوت التكنيك الصح. التعليم الاول بنبتدي نصلح او نفهم الولد اللعبه، وبعد كده بقى حسب مهاره الولد وامكانياته بنحدد ده بيلعب وينج، ده بيلعب باك، ده بيبقى هاف، ده بيبقى فيرود. وجود الكابتن ياسر الرملي على دلوقتي على ان هو مدير الجهاز كره اليد دي كانت خطوه جيده جدا جدا، خلت هيبقى في رابط ما بين اكاديميات النادي الاهلي بالثلاث فروع مع المدربين الفرق اللي هي بتكوين الفرق صراحه يعني، مع برضه وجود الكابتن عاصم حماد وجود الكابتن طارق محروس، ده هيبقى فيه تعاون وتنسيق بيننا وبينهم على اساس ان الاولاد اللي هم بتبقى المهارات الاساسيه بتاعتهم بنعليها احنا هنا في الاكاديميه، هم بيجوا المدربين بيشوفوها عشان يدخلوهم الاختبار عشان خاطر يعملوا يدخلوهم الفرق. فدي كانت خطوه جميله جدا جدا بتعيين الكابتن ياسر رملي كمدير لجهاز كره اليد. احنا بالنسبه للجزيره احنا مقسمينها لحسب مش حسب السن، حسب قدرات كل لاعب اللي موجود. يعني عندنا مثلا 5 سنين بنديهم الالعاب الصغيره اللي هي بتاهلهم ازاي ان هم يقدروا يستلموا الكوره، يلقفوا لبعض الكوره، وبعدين بيخشوا المرحله الثانيه اللي هم بدايه تكوين الفرق، اللي هي المرحله اللي هي داخله على المرحله السنيه اللي هم 8 سنين وتسع سنين عشان خاطر نأهلهم يدخلوا الفرق. اما بالنسبه للكبار فالكبار دول موجودين على اساس ان برضه يبقى نشاط بالنسبه ليهم، وفي نفس الوقت اللي يبقى مميز بيخش الاختبارات عشان خاطر يخش الفرق بتاعه النادي. احنا ان شاء الله بمشيئه الرحمن بالتعاون برضه مع الجهاز الجديد ان شاء الله احنا عندنا في لعيبه مميزه، بس عايزين اللي ياخدوهم الفرق على اساس ان هم يأهلوهم
لتأكيد المهارات بتاعتهم ودخولهم في عملية المنافسات. بالنسبة لدور الإدارة في الأكاديميات خصوصا، يعني هو بيبقى يعني في حمل شوية، لأن بيبقى فيه اتصال مباشر بأولياء الأمور، لأن بيبقى سن الأطفال صغير فهم بيعرفوش يتعاملوا لوحدهم، فبيبتدي يبقى فيه علاقة بيننا وبين أولياء الأمور أكتر من الفرق، لأن الفرق بتبقى خلاص الأولاد كبروا ممكن يتعاملوا مع المدرب مع الإداري بطريق مباشر. طبعا بالنسبة للسن الصغير احنا بنبتدي نحببهم الاول في اللعبة، دي اهم حاجة، لان هم لسه يعني بنتعلم الف بها نقول، فبنبتدي الاول اهم حاجة بالنسبة لنا ان هم يحبوا اللعبة، وبعد كده لما عامة في كل مجالات الحياة اي حاجة هتحبها هتبتدي تدي فيها، فدي من اهم حاجه بالنسبه لنا في الهاندبول. الهاندبول كمان لعبه مشوقه جدا، واحنا الحمد لله في مدينه نصر عاملين قاعده عريضه بالنسبه لاكاديميه كره اليد بس، وطبعا اولياء الامور بيبقوا مستعجلين شويه، طيب هندخل فرقه امتى، طب بس، فكل ده طبعا بيبقى اتصال مباشر باولياء الامور بس. الحمد لله احنا الشغل كويس في مدينه نصر، الهاندبول لان هي لعبه عالميه، فاحنا كاس العالم اللي فات فرق معانا جدا بالنسبه لاكاديميه كره اليد، جالنا ناس كتيره حولوا من العاب مختلفه لغايه عندنا لكره اليد، فان شاء الله خير، واحنا الحمد لله بنطلع اجيال كويسه جدا جدا في مجال الهاندبول وكره اليد بالنسبه للنادي الاهلي. من هنا بيتم صناعه البطل، والحقيقه الاكاديميات ليها دور كبير، والنادي الاهلي من الانديه الكبيره اللي بتدعم قطاع الاكاديميات.